صباح الخير مره ثانيه لكل الناس اللي انضمت لي حضور حلقتنا اليوم من برنامج صباحات سوداني. احنا وانا مبسوطه جدا صراحه بالفكره الرائعه والمختلفه والاداء الجميل لدكتوره نهى، وكمان للزول السمح جدا هو المصور الفوتوغرافي عثمان السيد للفكره وللحماس اللي كان ظاهر جدا في الفيديو. والحاجه الجميله انه ده كله حصل في يوم واحد، الفكره والتنفيذ والاخراج وكمان المونتاج. ما شاء الله ربنا يحفظكم يا رب ودائما يعينكم، وده ممكن يكون واحد من الجوانب اللي هو بيخدم في مجتمعه بالحاجه اللي هو بيعرفها، بابداعه البسيط، بصورته، بكاميرته، ودي حاجه جدا جميله. فتخيل لي احنا في وقت بتاع استنفار تام، ودي ممكن تكون دعوه لكل المجتمع السوداني قدر ما تعرف معلومة بطريقتك البسيطة الجميلة المبسطة حاول مالكها لغيرك، وربنا يحميكم يا رب ويحفظكم دائما، ما تشوفوا شينا ولا تشوفوا شر في حياتكم دي. سعيدين جدا انه يكون معنا واحدة من الفقرات جدا رائعة دي، هدية لكل الشباب اللي دائما بيحاول انه هو يبدأ بدايات سليمة ويبدأ بدايات صحيحة، ودائما بيحاول يتجه لانه يكون عنده مشروع خاص به، مشروع صغير، مشروع متوسط، وان شاء الله يقوم يكبر ويبقى واحد من المشاريع الكبيره جدا، ونشوفه منتجات تكون صنعه في السودان ونشوفها ماليه جدا كل الاسواق العالميه. مع الحاصل الان في العالم وباء كورونا يمكن اثرت تاثير جدا سلبي لكل الناس اللي هي ممكن تكون خدت خطه زمنيه للمشروع، خدت زمن بتاع انتاج، دائما بتربط ايامها او مشاريعها بايام على اساس انه بعد 3 شهور احنا حننتج بعد كذا بعد كذا. فعايزين نشوف قد ايش ممكن يكون التاثير السلبي ده. احنا عندنا مخارج كثيره جدا مليانه بالامل ومليانه بالحماس، بنقدر نطلع منها ونشوف دائما جوانب ايجابيه ونواصل في اللي احنا اكيد بنعمل فيه. سعيدين جدا عشان ما نتكلم اكثر، لما نقول اعمال صغيره ونتكلم عن افكار متوسطه للشباب بيجي على بالك كده دائما زول داعم جدا لشريحة الشباب، زول ممتلك لأفكار جدا رائعة، زول مليان جدا بالحماس. أنا سعيدة جدا وفخورة جدا يكون معي ليلة داخل الاستوديو أستاذ مهند تاج الأصفياء. صباح الخير وصباح سعادات. صباح النور عليك، وأنا سعيد إني أكون مع سودانية 24 الليلة. أهلا بك. معك أنت بالذات. الله يسلمك يا رب. تسلم. يعني إحنا بتكلم عن زي ما ذكرتها في البداية، بتكلم عن وباء قد يكون أثر تأثير سلبي لكل الناس وكذا، لكن إحنا دائما بنقول إنه في جوانب مشرقة وأكثر إيجابية، فعايزين نأخذ معك شنو الجوانب الإيجابية اللي ممكن نتجه لها. طيب، أول حاجة نحن لازم نعرف إنه نحن ما معزولين من العالم. كويس. نحن في السودان جزء أو دولة من عالم كبير، كل العالم ده متأثر بالوباء بتاع الكورونا. تمام. حتى بعض الدول يعني التأثير بتاعها أكبر من غيرها بكثير. يعني يعني للأسف مثلا عندك إيطاليا الليلة يعني مشكلة كبيرة شديد حاصلة. فأنا شايف أول حاجة نحن مفروض نعرفها إنه نحن ما برانا متأثرين بالحاصل ده، وحتى التدابير الحالية الحاصلة دي بالمناسبة هي في صالح في يعني في الصالح العام كله، يعني لانه نحن محتاجين انه نقلل الوقايه زي ما بيقولوا خير من العلاج دائما. طيب، في ايجابيات بلا شك، ما كل الاعمال حتتاثر بالموضوع بتاع الكورونا. بامانه اللي حيكسبوا الناس اللي شغالين اونلاين. اوكي. كويس. فاي زول الليله شغال اونلاين بالعكس يعني بعتقد انه دي فرصه، ده وقت سليم تماما شديد انه هو يعني يظهر أكثر ويسوق لنفسه بشكل أكبر وكذا. وبرضو يعني في إحصائيات بتتكلم على إنه أكثر من، أنا قابلتني الليلة بيتكلموا عن إنه أكثر من 4 مليار بني آدم قاعدين أونلاين، يعني أو يعني عندهم ممكن نقول مساحة يقدروا يدخلوا بها الإنترنت عموما، سواء عن طريق التلفون أو عن طريق اللابتوب أو الكمبيوتر يعني. طب يعني مهند، أنا عايزة ممكن ارجعك لبداياتك قبل سنين لما انت قررت انك انت تبدا واحد من المشروعات وان انت عايزه تكون زي خطوه اولى لك وتكون حاجه ناجحه وكذا. عايز اعرف اللي انت الخطوات الاساسيه اللي اتبعتها عشان ما تبدا اول مشروع لك كان كيف، لانه يعني دائما واحده من الحالات لازم تكون خاطط خطط ثانيه. يعني هسه ممكن تكون وضع خارجي ما عندك اي دخل به، ولكن خاطط له وانت خطه كبلان بي عشان ما تقدر تتعامل معه ومشروعك ده يمشي زي ما هو. مظبوط. طيب، انا والله بداياتي بدايات بتاعت سوق بالمناسبه، يعني فانا ما اكاديميك طول يعني، وخبرتي بتاعت البزنس حقيقه خبره عمليه اكثر من اي حاجه. فتقدري تقولي انه يعني انا بعتقد اكثر حاجه كانت استفدت منها انه انا بقدر اخلق شراكات، لانه انا مؤمن تماما انه البزنس عباره عن شراكات.
فبداياتي ما أعرف أبدلك كيف ذاته، لكن يعني كانت عادية جدا جدا. أنا بديت من 2012 وكنت شغال في مجال بتاع صيانة المكيفات والحاجات دي. حبة حبة انتقلت للمجال التجاري شوية، بديت بعد ذاك أبيع الأجهزة دي. وبأمانة بعتقد إنه التجارة يعني بتعلمك شديد خلاص، لأنه بتخليك إنك يعني تحاول إنك تسعى تحقق ربح سريع، فبالتالي بتشوف كل يعني هتلاقي روحك إنك أنت اشتغلت براندين، هتلاقي روحك إنك أنت اشتغلت نتويرك، هتكون اشتغلت حاجات كثيرة يعني. حتى يعني على فكرة يعني حتى الإي كوميرس أنا قبل كده اشتغلته كان في 2016. ففي المهم يعني بعتقد إنه الإكسبرينس ما بطالة يعني الواحد العملها، لكن مسألة بلان بي دي القصة ذاتها، إنه أنت كيف توجد بلان بي. والله يا أخي أنا بقول يعني مفروض الشباب ما يضغطوا على روحهم بجد يعني. وعلى فكرة يعني المرحلة دي ما حتعدي إذا ما في تعاون ما بين كل الناس. فخلينا نكون صادقين يعني، الليلة دي واحدة من أكبر الشركات يعني أفتكر البريطانية المصنعة للفنتيليترز اللي هي الأجهزة بتاعت التنفس، يعني أنا قابلني برضو الكلام ده إنهم يعني فتحوا الداتا شيت حقتهم للتصميم بتاع الأجهزة اللي هي ده رأس مالهم باعتباره يعني كأوبن سورس لكل الناس اللي حاب إنها يعني تصمم الحاجة دي. فتخيلي معي أنت شركة يعني ده سر المهنة حقك، أنت بتملكه لكل الناس عشان تسيف لايفز يعني عشان تحافظ على الناس. فأنا كل الدائرة أوجهه للشباب في الفترة دي إنه الناس ما تضغط على روحها. يعني إذا أنت شغلك حيجيف في الوقت الراهن ده ما بالضرورة شديد تشوف بلان بي، بلان بي وبلان اي وبلان زيرو إنك تحافظ على نفسك. فبعتقد ما مشكلة الحياة تجيف شوية، لكن صحة وعافيتك أهم حاجة. لكن مع ذلك مهند إحنا عايزين برضو يعني ناخد ما سر المهنة شديد يعني، لكن جزء كده لو سمحت لينا طبعا، وندي الشاب السوداني اللي هو عايز أو الشاب السوداني اللي هي عايزة تبدأ نشاط تجاري، المفروض عليها شنو؟ اللي بتحتاج إن هي لازم تكون عارفة وشنو؟ أنت لازم يكون عندك معرفة، لازم تكون ممتلك جزء بسيط حتى لو كان من مهارات عشان تبقى حتخش كمنافس وككذا وككذا. فشنو المفروض إن هم يعرفوه الشباب؟ طيب باعتبار السؤال ده في الوضع الطبيعي يعني ما في الأوضاع بتاعتنا الراهنة دي، فأنا بفتكر أول حاجة بجد أنت محتاج ليها إنك يا أخي اشتغل في الحاجة اللي أنت بتحبها. كويس؟ ممتاز. ما بعتقد إنه في مجال ممكن يكون ممكن نقول إنه فيه قروش أفضل من الثاني، يعني المبدأ ده ما سليم. وأنا دائما بستشهد بمحلات الفول بالمناسبة. يعني الليلة دي يعني بدون ذكر أسماء طبعاً، في كمية من المحلات المعروفة وهي بتقدم فعلياً فتة أو فول كويس، لكن بقت أساميها بارزة أكثر من كده. فأنا بعتقد إنه هم نظراً لحبهم وشغفهم بالحاجة اللي بيعملوها فقدروا يبدعوا فيها. فأول حاجة أنا بعتقد يا أخي أنت لازم تحب الحاجة اللي أنت بجد بتشتغلها. يعني الكلام ده ما كلام يعني ما كلام بيقوله بتاعت يعني إنك ما كلام ما بتع يعني ما بتطبق، لا كلام بتطبق فعليا. فتش جد الحاجة اللي انت بتحبها. طيب الحاجة اللي انت بتحبها دي انت ما بالضرورة تكون انت يعني بيقولوا شنو الهدف المشروع. ممكن الحاجة اللي انت بتحبها دي تكمل جزء كامل من مشروع تاني وانت تكون بارتنر في المشروع ده. يعني انا مثلا زول شاطر جدا في كتابة المحتوى الابداعي ده مثلا، يعني زول بعرف اصيغ محتوى بشكل سليم. الحاجة دي كافية جدا جدا إنك تخليك تبدأ بيزنس، لكن ما بالضرورة إنك أنت تعمل كل شيء براك. فدائما حاول كمل النواقص اللي عندك، شوف منو مثلا أنا ممكن يشتغل لك الإخراج، أو منو ممكن يشتغل لك التصوير، منو ممكن يشتغل لك المونتاج. فأنت بتلاقي يعني المشروع عبارة عن تكامل بتاع 1 2 3 4 سكيلز أو 1 2 3 4 أشخاص. شوف أنت ساعدتك كم زول ساعدته مع الحارد ما يعني. فأنا يعني زي ما قلت لك يعني أنا شايف ده أهم حاجة إنك أنت هي على فكرة بالمناسبة عندها حتى مبدأ قرآني قال وجعلنا بعضكم لبعض سخرية، يعني إحنا نكمل بعض، أنت تكملني وأنا أكملك. الشباب محتاجين يتعلموا أكثر عن الشراكات. يعني يا جماعة أنت محتاج يعني نحن بعتقد بجد إذا نحن عندنا مشكلة كشعب، وطبعا الكلام ده ما مبني عليه دراسات لكن ده انطباع مني، عندنا مشكلة رئيسية في حتة الشراكات. احنا محتاجين نعرف متين انا اشارك. كويس؟ ليه انا اشارك؟
احيانا الشركات بتقطع لك وقت طويل عشان ما توصل فبعتقد اذا نحن يعني عشان الكلام يبقى مرتب انت تفتش شغفك وين السكيلز بتاعتك وين وحاول اشتغل مع جروب او مع مجموعه ووسع مداركك نمني مهاراتك على قدر ما تقدر دي اهم حاجه. طب يعني معلش ما انا دائما ناس بتخاف لما تيجي تبدا مشروع يقول لك ان انا ما في دعم مالي لو كافي ما عندي جهه بتدعم المشروع ماليا او انا اصلا ما عندي يا دوب انا حق المواصلات ماشي جاي. النوع اللي هو بيخاف عشان ما يبدا حار او دائما بيكون حاصر فكرته في جانب معين لازم قروش عشان ما يعمل كذا كذا, فانت ممكن تكون قاعد في مكانك ماسك تليفونك ممكن سوق العالم ده, فعايزه اوجه لهم رساله. أنا بقول إنه المرحلة بتاعت التمويل دي أسهل حتة في المشروع, لكن أنت عارفة أنت صعبة شديدة لا لا أسهل حتة في المشروع اللي لأنه إذا الفكرة ظابطة وإنت عرضتها بطريقة ظابطة هي ده ما كنزي بعدك, فأنت بعدك بالعكس أنت بتتخير وبتتمنى أنت عايز منه. أنت يا أخي ما تفكر في حتة التمويل دي من البداية, أنت عندك شوط كبير مفروض تعمله, أنت مفروض تشتغل على دراسة السوق بتاع اللي انت داير تعمل فيه والخدمة المعينة دي او الفكرة المعينة دي, انت محتاج تعمل دراسات كثيرة في شغل كثير. انت يلا الدراسات دي, انا ده الكلام اللي بقوله للشباب يا جماعة ما تكسروا من الدراسات, لانه الدراسات دي راس مال ذاتها اسيتس كثيرة قبلها, يعني كونك انك انت تعمل دراسة وتنتهي منها والدراسة ذاتها تكون مقيمة وسليمة فده راس مال انت قادر ركز على ده واشتغل فيه يعني بالضبط كده. بعدك في تكامل بتاع حاجات تانية, يعني انت طريقة العرض حقتك برضو بتفرق وبرضك تستهدف الزول الصح, يعني ممكن تمشي تستهدف ليك زول عشان يمولك وهو ما فاهم انت ذاتك بتقول في شنو هو الفكرة اللي انت بتتكلم عنها. صح كلامك, يعني يمكن دي كلها تكون اساسيات مطلوبة لكل شاب وكل شابة بتابعونا الان وحابين انه يبدو مشروع مرخص في حاجات لازم هم تتحلوا بها, لكن برضو ما لم يكون في شغف ما لم تكون في محبة واضحة جدا لحياتك صدقني انت خطوة لقدام ممكن ما تمشي. تذكرت حاجة مهمة جدا اللي هي مفهوم الشراكات وليه شراكات وحتى ربطها بجانب قرآني وجانب مهم جدا في الحياة, لكن عايز ارجع برضو ونجي تاني للجانب الخاص بمفهوم الشراكات وعلاقته علاقتها بانه المجتمع ده بتحصل له تنميه, انه كل ما كان في شركات كل ما كان في اعمال كل ما, فعايزه اجي للجانب ده وتوريني كيف ممكن يطوروا حتى الجانب الخاص بالمجتمع. طيب يا ستي, الشركات اساسها حاجه واحده, انك انت تعرف ممكن نقول قبل ما انت تطلب الشراكه انت لازم الزول اللي انت مستهدفه ده تكون عارف انت حتقدم له شنو, فيعني لازم تفهم انه انت عشان تطلب شراكه او عشان تاخذ لازم تدي. فالمبدا الاساسي انا بعتقد انه الشباب محتاجين يعني يعرفوا هم حيقدموا شنو, فانت دائما البدايه منك تعرف بالضبط. انا مثلا يا اخي في بعض الناس يعني شاطرين في الحته بتاعت البراندين فقدروا انه يخلقوا براند قويه نظرا لانهم شاطرين في الحته دي, فبالتالي اي اسم بيرتبط مع البراند ده بيستفيد موثوقية الناس بيستفيد إعلام زيادة وهكذا. فبالتالي أنت أوكي دي نقطة قوتك, الزول اللي أنت بتمشي له عشان أنت تطلب منه شراكة في لا تقول له يا أخي أوكي أنا قادر أربط اسمي باسمك فأنت حتستفيد براندد, أو ممكن تكون بتقدم له سيرفيس بطريقة مخفضة. فأنت في البداية شوف أنت شنو اللي أنت حتقدمه للزول اللي أنت طالب منه الشراكة. الشراكة دي ما بالضرورة تكون شراكة تدخل طوال في الأصول, ممكن تكون شراكة استراتيجية أو شراكة ذكية. ويلا ميزة الشراكات شنو؟ بتقوي الناس. كويس؟ أنا بدل ما أكون شغال كمية بتاعة يعني ممكن نقول تاسكات فبتتقلل, بلاقي روحي أنه أوكي أنا هشتغل على جانب معين في المشروع واللي هو ده اللي أنا شاطر فيه وحيتولى الجانب ده الأذر بارت أو الأذر بارت بالنسبة لي يعني. فأنا بفتكر نحن بس محتاجين نزين أكتر وأكتر على حتة فرصة بعض ما في حاجة أي والله على حتة الشراكات. طيب يعني نأمل تماما الفترة الجاية هي تكون فترة حقيقية بتاعت نهضة بتاعت تنمية, وأكيد الشباب هم عندهم دور عظيم جدا في الفترة الحالية. بتكلم عن فترة انتقالية, بتكلم عن مرحلة لسه حتى قوانين اللي هي حتوضع اللي قدام احنا ممكن نكون ما شايفينها, لكن مع ذلك احنا كشباب لازم نكون بنساعد جدا على انه المرحلة دي احنا نعبرها بأمان نمشيها بطريقة ممكن تكون سليمة, ونساعد حتى في قوانين الجاية اللي هي بتفيد اكيد مصلحتنا احنا كشباب منتج, وتكلم عن اقتصاد ونتكلم عن بلد منتج, فاكيد احنا عندنا دور كبير اللي هو الشباب اللي دائما عنده كم مشاريع وده. فعايزة اذكر مرة ثانية على
انه قدر شنو ممكن المشاريع الصغيره دي والاهتمام بشريحه الشباب هو هيساعد فعلا في نهضه البلاد وكمان يساعد في النهضه بالاقتصاد السوداني. والله للامانه يعني لاول مره نحن يتواصلوا معانا ناس من الدوله يعني في حاجه اسمها الجهاز القومي للاستثمار حاليا شغال في انه يضع قوانين واسس لرياده الاعمال. انه اول حاجه نشرح يعني شنو رياده الاعمال. وحقيقه المبادره قامت يعني من الجهاز القومي للاستثمار وداخله فيها كميه من المؤسسات. نعم. فبعتقد انه في ان شاء الله في حاجات هتمشي بشكل كويس. ونحن ذاته من جانبنا محتاجين ندرس الشباب بجد محتاج لشنو. شوفي حاليا المؤسسات اللي حتتأثر شديد هي فعليا المؤسسات اللي حجمها كبير. يعني حجم الأثر بتاع الصدمة بتاع انه حيقل الديماند الناس يعني حتقل الحركة حقتها يعني الحاجات دي كلها حتأثر بكسرة على الشركات إيفن الكبيرة أكبر بكثير من المتوسطة بالمناسبة والصغيرة. لأنه في النهاية ده الرانين كوست أو المنصرف بتاعه ما بالحجم الكبير ده. دول كبيرة مثلا زي ألمانيا بيتكلم عن أنه 50% من الاقتصاد الألماني قايم على المشاريع الصغيرة والمتوسطة دي. كويس. فأنا بعتقد أنه نحن بجد مربط الفرس في أنه نحن نقدر نوجد قوانين وسياسات تساعد الشباب ديل في انه بسرعه يا اخي بسرعه شديد انت تعمل شركه او شركه متوسطه او صغيره بسرعه. يعني الاجراء يكون سريع. الحته بتاعت سرعه الاجراءات دي مهمه شديد. بعد ما يعني نشتغل على الحته بتاعت سرعه الاجراءات يعني انا بعتقد انه هو مفروض يدخل في النظام الضريبي اي لكن يكون عنده سيستم واضح كويس انه كشركه متوسطه تفاصيل واضحه في الحته بتاعت الضرائب دي. يعني تكون لانه معظم الشباب الضرائب حتجيني يعني هو فعليا ما عارف يكون متخوف منها وما عارف كيف تمشي لها. فده برضه بيجي لجانب الخاصه الجهات اللي هي معنيه تملك المعلومه في انه انت ضريبتك اللي انت هتدفع دي هتعود عليك بنفع في 1 2 3. فتخيل انت بالعكس هتأديها وانت كمان مبسوط وانت متفائل جدا انت هتشوف خير حيعم عليك انت على شريحه الشباب. انا بس مايل هنا لنقطه صغيرونه دايره اوضحها. انا ما مايل لانه ده مجرد طبعا سجستشن انه انا بعتقد انه هو يفترض يبدا معه ضريبه من البدايه. ليه؟ لانه في حاجه اسمها الفري رايدنج. الفري رايدنج لما انا اديك اي شيء فري انت ما هتعمل شيء. فانا لازم اكلفك بحاجه. يعني حتى الدوله لو وفرت اي شيء للشباب ممكن الشباب ما ينتجوا حاجه لانه في الاساس ما خايف من شيء. فانا بعتقد انه بس اذا هي نسبه الضريبه برقم معين في الاساس تكون لا هنا بس اقل. لكن انا بعتقد انه هو من البدايه لما ذاته يعني كشركه متوسطه او صغيره عارف انه هو في ضريبه بتتاخذ منه والضريبه دي ماشيه لصالح الدوله وحتمشي في اتجاهات معينه حتى لو قيمتها بسيطه اكيد في جانب ايجابي هتجتهد وهتحاول انك انت تكسر الربح ده عشان ما اوكي طيب ما في مشكله. ان شاء الله كل الناس هي دائما اللي بتحب دائما ان هي تفكر بطريقه مختلفه وبطريقه مبدعه وطريقه بتعود بنفع سواء كان عليهم او على حتى الجهات اللي هي معنيه بجانب الاقتصاد تلقوا دائما المساحات اللي دائما تخليكم تمشوا لقدام وتكونوا ناجحين وتكونوا دائما موفقين. مهند اهم حاجه الناس دائما بتخاف ان هي تفشل بتخاف ان هي تحاول او بتكسل ان هي تحاول مره اولى ومره ثانيه. ولكن هو نجاح وفشل اثنين ديل يعني كفتين لازم يكون في رمانه بيناتهم عشان ما تقدر توزن بيناتهم وانت تكون ناجح دائما. فشنو الاساسيات اللي بتخليني ان انا اشوف انه مشروعي ده ناجح وان انا لازم يكون معي جوايا عزيمه واصرار عشان ما احاول مره وثانيه وثالثه اذا لا قدر الله واحد فشل؟ والله شوفي الخوف من الفشل ده أنا غايته ما أعرف لكن أعتقد أنه بيساور أكبر رأس مالي موجود زي ما بيساور أصغر يعني أصغر فكرة يا دوب ما بقت ذاته مشروع. فجانب الخوف ده صدقيني حيكون يعني مساورك دائما كويس. أنا فعليا شغال من أنا مهند شغال من 2012 في مجال السوق ومجال التجارة. والله قدر ما أدخل في مشروع جديد بيساورني خوف وبيساورني شك وبيجيك عدم ثقة في نفسك أحيانا وكذا. انا ما بقول ليك انه انت حيط نفسك بالناس الايجابيين شديد انه لانه بجد البيئه اللي حولك دي بالمناسبه عندها تاثير كبير شديد عليك. لكن شنو انت يعني خلي عندك ادوات قياس كويس. المشروع قسمه لكميه بتاعه مراحل 1 2 3 4 100 مرحله عشان انت شنو يكون عندك بروجريس. قدري ما تمشي خطوه صغيرونه تحس انك انت ماشي. اوكي انا ماشي لكن انت ممكن
يعني تكون بطيء، لكن في النهايه طالما انت ماشي ان شاء الله بتوصل. فانا بس بعتقد انه برضو ما قاعد اميل للتحفيز الشديد، ما بعتقد انه التحفيز دائما هو الحل، لانه التحفيز عامل زي المخدر، بتبقى انت تاني مستحيل تمشي بدون ما انه الناس تجي تحفزك، والحياه دي ما سليمه. فانا بفتكر انه انت يعني اذا ما جربتها ما حتقدر تعرف يعني توصل، لازم بس تجرب كويس وما تاجل، لانه الفكره اللي في راسك دي صدقني في 100 نفر بيكونوا بفكروا فيها يعني وزيها. اهم شيء اختلافك وتميزك والطريقه المبدعه اللي انت اكيد بتنفذ بها الفكره. مهند تاجر الاصفيان، سعدت جدا صراحه بكل المعلومات اللي انت ذكرتها وبالتفاصيل السمحه جدا عن انه قد شنو ممكن يكون الناس اللي هي بتتجه للجانب الخاص بالاعمال الصغيره او المتوسطه يقدروا تماما يخطوا افكار ويخطوا اساسيات ويمشوا عليها. شكرا جزيلا لكل المعلومات اللي انت ذكرتها مره ثانيه، وطبعا بتمنى لك التوفيق والنجاح مهند. شكرا.